السلام عليكم. حقيقة أبهرني المنظر، عشرات الألوف يهتفون بصوت واحد الله أكبر، يؤدون الصلاة خلف قائدهم ذي اللحية التي تجاوز طولها شبرا. انتفضت من مكاني وأنا أصرخ الله أكبر، من هؤلاء؟ هل هم بشر أم ملائكة؟ إلى أين يتجهون؟ هل حان موعد تحرير الأقصى؟ لعلي أجهز نفسي، علي ألحق بالركب. جاءني الرد أنهم جيش الشيشان. قلت الله أكبر مرة أخرى، إذا الشيشان تنتهز الفرصة لتتحرر من عبودية الروس. وهنا جاءتني الصاعقة التي جعلتني أصاب بالذهول. لا، هؤلاء جند قاديروف، صبي بوتين المدلل، يتهيئون لغزو أوكرانيا. نعم، يتهيئون لغزو أوكرانيا. هنا قلت اخس. يقولون شر البلية ما يضحك، لكن هنا شر البلية ما يقرف، ما يقزز، ما يخجل. إلى هذا الحد وصل بنا الهوان يا أمة محمد؟ مسلمون موحدون يصرخون الله أكبر، يتوجهون للقبلة ويقاتلون تحت راية وإمرة أكبر مجرمي العصر، يقاتلون تحت راية قاتل آبائهم وصناديدهم، قاتل البطل المجاهد شامل باسييف والرئيس يندربايف، يقاتلون نصرة لمن دمر بلدهم واغتصب نساءهم وشرد أطفالهم، يقاتلون نصرة لسفاح سوريا الذي قتل إخوانكم في الدين وشرد السنة السوريين في أصقاع الأرض واستباح دماءهم وأعراضهم، تقاتلون من يحلم بأن يحتل إسطنبول يوما ويعيدها مدينة صليبية أرثوذكسية ويعيد اسمها القسطنطينية ويمحو أثر الإسلام فيها وهي بشارة رسول الله. دعك من هذا كله، تقاتلون تحت راية الصليب، تحت إمرة القساوسة والكهنة. اخس يا أمة الإسلام، تقاتلون نصرة للصليب الذي رفعه ويرفعه بوتين كل يوم. ألم تشاهدوا ذلك التمثال الذي كان خلفه في اجتماعه مع قادته قبل الغزو يحمل ذلك التمثال سيف وصليب؟ أصلا حتى الصليب بريء من هذا المجرم، بريء من إجرامه الذي فاق الحدود، وأنتم تقاتلون تحت رايته، ويقتل قائدكم فداء لحذاء بوتين. ماذا أصابكم وماذا أصاب عقولكم؟ تقاتلون مع المجرم المعتدي ضد المظلوم المستضعف؟ أهكذا علمكم دينكم؟ أهكذا كانت أخلاق رسولكم صلى الله عليه وسلم وصحبه وكل مسلم حق بل كل شريف على وجه الأرض؟ هل حاربتكم أوكرانيا يوما؟ هل اعتدت عليكم؟ هل دمرت مدنكم؟ هل شردت أطفالكم ونساءكم؟ هل قتلت أبطالكم وصناديدكم؟ هل دمرت مساجدكم؟ هل منعتكم من أن تقيموا شعائر دينكم حتى تقفوا في صف الظالم المعتدي عليها؟ والله يقول في قرآنه الذي تتلونه والذي دفع أجدادكم حياتهم حتى نقلوه إليكم وأبقوكم على هذا الدين رغم كل إجرام الحقبة الشيوعية، يقول هذا القرآن العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نحن لا نطلب منكم برهم بل ولا أن تقسطوا إليهم، نطلب منكم أن تكفوا أيديكم عنهم، أن لا تعتدوا عليهم وتثخنوا في جراحهم وتكثروا سواد عدوهم وعدوكم. الكلام يطول ويطول، ولكن أكتفي بهذا القدر وأقول رحمك الله يا خطاب، أسأل الله ألا يضيع دمك هدرا، فقد تركت النعمة وتركت بلاد الحرمين منتفضا لتدافع عن أعراض المسلمين في الشيشان، ولكن للأسف الخلف لم يكونوا كالسلف رحمة الله عليهم أجمعين. رحمة الله عليكم يا أبطال الشيشان، يا مرغتم أنف روسيا بالتراب. وأسأل الله لأولادكم وأحفادكم أن يهديهم الله ويردهم إلى رشدهم ويريهم الحق حقا والباطل باطلا، وأن يكونوا جندا للحق لا إمعات للباطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.